وللحديث أكثر حول آخر الأخبار في غزة معنا عبر الهاتف الدكتور رشيد إبداح، رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنيين. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور إلى هذه النشرة. يعني في ظل هذه المشاهد التي نراها والأخبار التي يعني نسمعها في قطاع غزة، كيف تصف الوضع الإنساني؟ إلى أين وصل؟ تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين. حقيقة لا يمكن وصف الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة لاستمرار الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية عليه إلا بالمأساوي والكارثي، حيث وصلت مستويات الإصابات والأمراض والنقص في الإمدادات الطبية إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها. فالوضع مأساوي وكارثي ويزداد كل يوم سوءا وتدهورا نتيجة لمنع السلطات الصهيونية تقديم أي مساعدات أو معونات تخدم أو تساعد على إنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة. طيب، يعني دكتور، منظمة الصحة العالمية حذرت من تفاقم الأوضاع في غزة، ما هي عقبات تفاقم هذه الأوضاع؟ وكما ذكرت يعني دكتور بأن إسرائيل تضيق في دخول الإمدادات حتى الماء يعني. نعم سيدي، هذا العدوان الإسرائيلي تميز بالإضافة إلى وحشيته وبالقصف وامتداده لكل شيء في قطاع غزة، تميز باستهدافه بشكل خاص للمنشآت الصحية، سواء الأبنية أو المعدات أو السيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تركيز القتل والاعتقال للموظفين والعاملين في القطاع الصحي. وقد فقد القطاع الصحي في قطاع غزة أكثر من 200 طبيب ومسعف وممرض استشهدوا نتيجة للاعتداء الصهيوني واستهدافهم. فكما تعلم في قطاع غزة كان يعمل حوالي 36 مستشفى خرجت معظمها عن الخدمة نتيجة للقصف المباشر أو أوامر الإخلاء التي كانت تطلب منهم إخلاء المستشفيات بمرضاها، ويقوم بعد ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي بتخريب الأجهزة والمعدات ومنع تقديم الخدمة للمواطنين. نتج عن ذلك أصبح هناك عجز عن تقديم الخدمة للإصابات في ظروف الحرب. كما تعلم هناك إصابات ناتجة عن القنابل، عن الاستهداف المباشر، عن التفجيرات. هذه الإصابات تحتاج، وهي بعشرات الآلاف، تحتاج إلى جهد مضاعف وجهد مركب تعجز عنه دول، فما بالك بقطاع محاصر منذ سنوات. فهنالك عجز عن تقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين. طيب الذين دكتور رشيد، يعني في ظل هذه الظروف أيضا هناك بعض التصريحات الطبية تقول أنها تتعامل مع أمراض غريبة لمواطنين بعد هذه المجازر التي يتعرض لها القطاع، ما هي معلوماتك عن هذه الأمراض التي ممكن أن تنشأ ومسبباتها؟ يعني في أمراض كثيرة قد تنشأ عن الجوع. سوء التغذية هو مرض، عندما تمنع الطعام عن المواطنين وخاصة السكان الأكثر عرضة للأمراض مثل الأطفال، مثل كبار السن، مثل الحوامل، هذه ينشأ عنها أمراض ناتجة عن سوء التغذية، وهي أمراض كثيرة اختفت منذ عشرات السنين بسبب تقدم البشرية، لكن أصبحت تعود من جديد ويتم تسجيلها في قطاع غزة. إذا أمراض سوء التغذية، أمراض الجفاف أيضا، تخيل إحنا في القرن 21 هنالك حالات جفاف للأطفال ووفيات مسجلة في قطاع غزة ناتجة عن الجفاف. أيضا في هنالك أمراض معدية أصبحت تعود من جديد ناتجة عن الشلل الذي أصاب برنامج التطعيم الوطني في قطاع غزة. طيب دكتور، يعني هل الأدوية كافية باعتقادك؟ أبدا لا يوجد أدوية كافية، هنالك استهداف وتقصد بمنع أدوية معينة مثل أدوية معالجة الألم، أدوية التخدير، هنالك استهداف واضح للقطاع الصحي في غزة. شكرا 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 لك دكتور رشيد إبداح، رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنيين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا.